يا صباح الفل على ولاد مصر الجدعان رجالة البلد، وصباح الذل والمهانة والعار على أحفاد خاير بيك وجون باردي الغزالي سلسلة الخونة. من أول إعلان عن مسلسل ممالك النار وقبل المسلسل ما يتعرض طلع علينا من بلعات الحراملك حريم السلطان والأغوات يهاجموا المسلسل، واللي يقولك المسلسل هيشوه التاريخ العثماني للطاهر، اللي يقول لك المسلسل هيزيف تاريخ الدولة العثمانية اللي أنضف من الصيني بعد غسيله. تقولش الدولة العثمانية دي هي اللي مخلفاهم؟ الله أعلم. في نفس الوقت بتطلع علينا وسائل الإعلام باتفاق حصل ما بين القرد العثماني والسراج الليبي، فبتمسك السجات جماعة الإخوان المسلمين وبيبتدوا وصلة الرقص والتطبيل المعتادة بتاعتهم للعثماني، وبيقولوا بمنتهى البجاحة إن الاتفاق ده ضد مصالح مصر وسعيدين جدا بيه. هم دول العناصر اللامؤاخذة المحلية الداعمة اللي في يوم من الأيام وقفوا على منصة رابعة وكبروا الله أكبر إن الأسطول الأمريكي وصل على السواحل المصرية. مش جديد عليهم، بس لما تيجي تحاول تفكر إيه اللي يخلي حفيد جد اتخزوق من العثمانيين يدافع عن اللي خزوقه جده، غير يعني لو كان هو غاوي بقى دي ما ملناش فيها بقى دي يعني. وتحاول تفهم ازاي بتدافع عن اللي عمل في جدك كده، فتحاول تفهم وجهة نظره، يمكن مثلا بيأيد دولة ذات تاريخ عريق، بس ده حضرتك تاريخهم كله قطع طرق وسفك دماء وقتل اخوات سفاحين قتلة مجرمين عذبوا المصريين وجرفوهم وجوعوهم وخدوا كل الصناع المهرة اللي عندهم، ومع ذلك بيشهد التاريخ ان المصريين دمروا جيشهم العثماني مرتين. طيب يمكن بتأيدهم علشان هم دولة اسلامية اسلامية وجامدة كده، بس ده حضرتك الدعارة عندهم مقننة من 2004، الدعارة ايوة مش الاعارة، بالقانون. ايوه حضرتك، هم ما استحدثوش القانون ده، هم فتحوا كتاب التاريخ على صفحة السلطان سليمان القانوني وطلعوا قانون سنجق الغجر وطبقوه. والله اكبر، بيخش لهم من 6 ل 8 مليار دولار في السنة من الدعارة، وعدد العاملات في المجال ده زاد 220% في اخر 8 سنين يا بتاع القرد. طب يمكن انت بتأيدهم عشان هم دولة ديمقراطية وعندهم حرية رأي وكده، بس ده القرد حبس ربع مليون لمجرد ان هم تبع فتح الله جولان اللي مش عايش اصلا هناك، يعني كل ما حد يتكلم يفتح بقه ويقوم حطه في السجن. احنا دولة ظلم وقمع. ايوه. طب يمكن بتأيدها عشان مواقفها السياسية القوية واللي ما بتتزحزحش فيها. بس ده لما قال مش هفرج عن القس الامريكي افرج، لما قال مش هوقف تنقيب عن الغاز عند قبرص وقف، لما قال مش هيتنازل عن جزيرة سواكن مهما حصل محطش رجله فيها اصلا عشان قضية غزة، صح؟ عشان واقف غزة في القلب. ده تنازل عن قضية مرمرة اصلا وهو اكبر حليف للكيان. بيعملوا مناورات عسكرية مع بعض. طب يبقى انت اكيد واقف جنبه عشان هو اقتصاده قوي، صح؟ بس ده احنا عندنا احنا البطالة 7.8 هو عنده 14 عشان مسلف البنك الدولي. ده الدين الخارجي المصري 106 وهم 446 مليار. يبقى عشان احنا حررنا سعر العملة وانت زعلان من العملة بتاعتنا، صح؟ بس احنا العملة بتاعتنا في التالت مركز في احسن اداء، وهو الدحرج للتامن في اسوأ اداء. يبقى انت بتقيله عشان هو عسكريا قوي، صح؟ عسكريا. بس ده جيشه قلع ملط، مشيوا بالبوكسرات، استر على ولاياهم يا رب. لما تحب تطبل اختار بتطبل لمين، لا تطبل للاحمق ولا تخلي الاحمق يطبل لك،
صباح الورد.